شوف هذاك المعلم لانه انسان عنده ميسيون كيف كيقتنع ولا مقتنع بانه عنده واحد المهمه خصو يؤديها بالمعنى الكلمه، فهو الانسان اللي كيجي تما كيكون ديجا عنده مقتنع بانه غيجي تما باش يؤدي واحد مهمه انسانيه في الاساس، راه ماشي مهمه ماديه، لكن الماديه راه ما كاين والو تما، ولكن داك السيد جا مقتنع انه خصو يوصل لذاك الدراري يعني اقل ما يمكن يدير هو انه يعلمهم ولو غير كتابه الاسماء ديالهم. فهو كان متوفق بشكل كبير جدا. فلاحظتي في الفيلم كان الناس اللي كتبوا الفرنسيه، كان اللي كيكتبوا العربيه، كاين الدري اللي كيوري لباه كيفاش كتب سميتو، اي سي توشون تشوف الدري صغيوار شد اليد ديال باه تعلمو يكتب سميتو، ديجا شي حاجه كبيره. دونك انا كنظن ان داك الناس بحال هادوك خصنا منهم بزاف، وخصوصا على المستوى ديال المسؤولين انهم يفكروا في هذا الموضوع كما قلنا البارح، انه يفتحوا هذا الملف هذا ويحاولوا يشوفوه بشكل جدي، لان التعليم راه هو الاساس، ما كاينش التعليم راه ما كاين والو. شوف هذيك راه مسؤوليه ديال الدوله، مسؤوليه ديال المسؤولين، ديال الناس اللي هما مختصين في هذا الشيء هذا، بيان سور من طبيعتها كاينين، ولكن راه خص الشغل، راه خص الخدمه، خص التفكير، خص يكون داك الشيء، لان الدوله هي اللي كتكلف، ما يقدرش تكلف الانسان واحد بوحدو يتكلف داك الشيء، صعيب داك الشيء صعيب، داك خصو فلوس، خصو وقت، خصو بزاف ديال الحوايج. فانا كنظن نتمنى انهم يفكروا في هذا الموضوع بشكل جدي ويمشيو يعاونوا الناس، لان قطره ديال الماء راه شي حاجه كبيره، خصوصا بهذه المتغيرات دابا اللي كاين ديال المناخ وعلى المستوى العالمي، ماشي غير المستوى في المغرب، راه كينبأ بشي حوايج قبيحه الا ما كانش الاهتمام، ما كانش يعني يكون داك الشيء جدي. وكنتمنى انه يحرك شي حاجه، خصوصا مع هاد كما قلت قبيله يعني الانتخابات الجديده، وعطتنا فرزتنا مجموعه ديال الناس يعني مسؤولين اللي غيكونوا هما اللي غيتكلفوا ويتحملوا المسؤوليه ديال واحد المده زمنيه في المستقبل. فكنتمنى انهم بداك يكونوا جديين ويكونوا مسؤولين ويكونوا يفكروا في هاد المواضيع المهمه، وكنظن كاين كل الامكانيات، ومدرسه الامل راه كتعطي الامل لكلش، نتمنى انه يكون امل للاطفال هذوك والمغاربه كاملين. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.